كابتن السيد اكيد عايز تتكلم عن بيرسي تاو. يعني بيرسي تاو هو امكانيات، هو لعيب قوي جدا، لعيب مهاري، لعيب عنده امكانيات وعنده حلول كتيره جدا. النهارده كان من افضل اللعيبه اللي موجود. هي مشكله بيرسي تاو مش هي الاستمراريه، الاستمراريه. يعني بيرسي تاو الموسم اللي فات، خد بالك الموسم اللي فات بادئ برضه جامد، جاب جولين باين في المصري وبعد ولا كده في الاسماعيلي، الموسم اللي فات على فترات لحد ما وصل ليناير، بعد يناير هو مش موجود. كاس الامم لما راح كاس الامم، بعد ما رجع من رجع كاس بعديها الامم هو مش موجود، لحد ما الدوري او بطوله افريقيا خلصت هو ما كانش مؤثر في الفرق. انما السنه اللي قبلها هو كل الماتشات مؤثر، يعني زي مباراه النهارده بيرسي تاو السنه اللي قبل اللي فاتت ما كانش بيخرج من المباراه الا اسيست او جول، اسيست او جول، ما فيش مباراه كان بيخرج منها كده. انما تيجي السنه اللي فاتت ماتشات كتيره جدا موجود فيها في الملعب اسما، انما اداء هو مش موجود. فانا بشوف النهارده ممكن تبقى بدايه كويسه، وخصوصا ان انت عقدك في سنه اخر سنه. فدي بتبقى ميزه وعيب. انا بشوف اللعيب اللي بيفكر كويس بتبقى ميزه كبيره بالنسبه له جدا، تكسر الدنيا، كسر هتجدد الدنيا، وتاخد اللي انت عايزه، هتاخد اللي انت عايزه من النادي الاهلي زي حسين الشحات السنه اللي فاتت بالظبط. وده اللي حصل مع حسين، بتاخد اللي انت عايزه من النادي الاهلي او تاخد اللي انت عايزه من الفرقه اللي هتروحها، وبتعرض في نفسك في الحالتين احسن صوره بالنسبه لك. فاللعيب الذكي في التوقيت ده يستغله، مش لعيب يضيع السنه اللي هو ايه، انا سنه مقضيها وبعد كده همشي من النادي. فانا بشوف بدايه بيرسي تاو يعني المستوى ده هو ده الطبيعي بتاعه. اللي بيحصل اللي حصل السنه اللي فاتت ده يغني الاهلي انه ممكن يفكر في وينج؟ طبعا هو يعني هو لو موجود هو باتنين لعيبه مش بلعيب واحد. لعيب منسجم مع الفرقه، لعيب من افضل اللعيبه اللي موجودين في افريقيا، لعيب متالق معاك دايما. فهو يغنيك عن تجيب صفقه لسه هتجرب وتشوف هيمشي مع الفرقه ولا لا. فهو وجوده لا مهم جدا. كابتن بشير التابعي النهارده رامي ربيعه بيواصل التالق الحقيقه، يعني هو خاتم البطوله اللي فاتت في الفاينل جايب الجول لو تفتكر اللي بدماغه نزل لتحت كده، ومفتتح البطوله دي برده بجول، ربنا كرمه نتيجه مجهوده بصراحه، ومنتخب كمان وغير المنتخب فربنا نتيجه مجهوده بيكرمه. انت عارف حتى الجول اللي جابه الكره اتعفرتت من الجول وراحت له، هي الكره عايزاه. بص هو اتظلم كتير وكان حظه مش كويس بسبب الاصابات الكتيره. رامي كان طالع طلعه كويسه قوي، وكان يعني هو صغير في الفرقه طرف ورجع ويعني كان حاجه طالعه زي الصاروخ، بس يعني حصل له شويه مشاكل كده في الاصابات كتير وطولت وكان هو بيستعجل الرجوع كمان طبيعي. اي لعيب اي لعيب اي لعيب في مكانه لو تفتكر رامي ما كانش دايما كان يرجع وهو مش جاهز 100%، يعني دي كانت من كانت من ازماته. دي طبيعي طبيعي في لعيب كوره بيبقى مستعجل عايز يلعب مش عايز يبعد عن الملعب خالص، بس يعني كانت بيظهر برده مش قوي. فتبص يركب بقى على المكان ده ياسر جنب عم منعم، يعني الفوت بس لغايه ما مسك في الفرصه بصراحه خلاص هو ربنا اداله، وهو اكيد محافظ على حاجه زي كده، ومن ماتش لماتش بيعلى وبيقدم حاجات كويسه، فهو يعني حاسس بالنعمه اللي هو فيها فمحافظ عليها فربنا يكرمه. حسيت بغياب عبد المنعم النهارده بصفتك يعني؟ لا مش قوي، انا احس في غياب عبد المنعم لما يكون في ماتش تقيل، ماتش جامد، ماتش يعني ترجي، ماتش مثلا زي ماتش زمالك، ماتش ماتشات من الماتشات التقيله عشان اقدر اقيم فيها واقول عبد المنعم فعلا فارق ولا مش فارق. اكيد عبد المنعم هيفرق لان عبد المنعم ختم في النادي الاهلي قبل ما يتوقع ان الاهلي يلعب بياسر ورامي في كاس السوبر، ولا ممكن اشرف داري يدخل مع انه لسه ما دخلش لغايه دلوقتي؟ والله بص بقى دي حته هتبقى بتاعه الراجل. انت توقعاتك ايه كراجل سردباك وليك خبراتك يعني؟ هل داري ممكن يلعب بالجاهز؟ طبعا هو داري ده اكيد الراجل يعني عشان يجي يلعب بداري يلعب بيه، لان الراجل مش هيوافق على الراجل ده الصفقه دي ان هي تدخل النادي الاهلي الا لما يكون شافها واتضمن عليها. يعني انا جايب لعيب من المغرب منتخب مغرب عشان هقعده، وانا جايبه عشان ماتشات زي دي، ماتشات زمالك، ماتش بطوله، ماتش بطولتين مش بطوله واحده، اللي هو تكسب الغريم بتاعك وبتاخد اللقب بالظبط، دي بطوله ودي بطوله كمان. انت متفق مع كابتن مشير؟ لا هي النقطه على حسب حالته في التمرين، لان كولر اصلا يعني بخبرتنا معاه هو راجل بتاع تمرين. حالتك في التمرين كويسه هتلاقيك اول لعيب موجود في الملعب. يمكن كان مشاكله كلها مع عدد من اللعيبه اللي ما بتتمرنش بشكل كويس. فاشرف داري لو في التمرين بشكل كويس لا هيبقى اولويه بالنسبه لي يلعب. طبعا رغم ان هو مثلا ياسر اللي بدا مع رامي النهارده، هي النقطة بتاع اللي بتكلم فيها بتاع كولر بتاع التمرين دي، انت ما تبقى جايب صفقة بيبقى ليها اولوية شوية، انما لو في التمرين كمان كويس ف
فخلاص هو هيلعب حتى لو ما لعبش الماتشين دول. حتى لو ما لعبش الماتشين دول اصل بالك الماتشين دول انا ما بشوفهمش، انا زي ما قلت لك انا بشوفهم ان هم تكمله لفتره اعداد يعني مش الماتشين دول هم اللي هيحددوا مين اللي هيلعب اساسي او مين اللي هيقعد. يعني في عدد من اللعيبه يعني السوليه ما لعبش النهارده فهو كده بعيد عن فكر الراجل تماما. لا اكيد لا يعني ليك تعليق النهارده على طاهر؟ فاجئنا طاهر ماله كده؟ هو طاهر لعيب كويس اصلا بس النهارده كان ايجابي جدا بصراحه. يعني هي طاهر مشكلته رقميا بامانه يعني هو مثلا السنتين ثلاثه اللي موجود فيهم في النادي الاهلي هو كوينج ارقامه مش مناسبه يعني لو جيت قارنته بحسين الشحات مثلا او بيرسي تاو لا الموضوع مختلف رقميا في الاهداف كأداء في الاسيست رائع هو عامل اسيست النهارده. انا ما عمري ما هقول مثلا طاهر يعني مش لعيب كويس، هو لعيب كويس عنده امكانيات بس اهم حاجه الامكانيات دي تظهر وكمان تستمر يعني تقعد فتره. ما هو على فكره انت ممكن تعمل ماتش كويس وانا اعمل ماتش كويس عادي انما الاستمراريه هي الاهم. يعني انت اتكلمت على رامي ربيعه ليه دلوقتي مستمر بقاله سنه بقاله فتره كبيره ان مثلا لو هو مش مستمر كنت هتتكلم عليه هتسال السؤال ده؟ لا طبعا ولا يتالق مباراه وعادي. فالنقطه الاهم وخصوصا في النادي الاهلي الاستمراريه عشان تقدر تكمل وتكمل بشكل قوي.